إذا انضمام للعشيرة نفتح هنا بالضغط على الأيقونة الزرقاء. سوف يقول لنا بأن الكلب موجودين فقط بهذه المدن يانجينغ وتشينغدو وزوزو ولويانغ. إذا يجب أن نسافر إلى أحد المدن القريبة منا. سأذهب أنا إلى مدينة تشينغدو. نفتح الخريطة ونذهب إلى NPC Search ثم هذا الـSP. إذا NPC يعني شخصية ونذهب تلقائيا إليه مباشرة. طبعا هذا الحل نفس طريقة السفر. نضغط على I want to visit other cities هكذا وسوف أختار المدينة هي تشينغدو. نضغط على الدائرة ثم go to يعني ننطلق إلى هناك. هكذا مرة أخرى نسافر بالرحلة الممتعة إلى المكان المقصود. طبعا ونروح الجزر كما هو جميل. وهكذا نصل إلى مدينة تشينغدو. واو رائع جدا. الآن نفتح الخريطة كي نبحث عن المنطقة. سوف نذهب عند جيلد مانجر. موجود هنا علامة السيوف. إذا الذي نبحث عنه هو جيلد أدمينستريشن. موجود قربه تماما. فقط نذهب إليه. سأذهب تلقائيا عندما أضغط عليه. هو جيلد أدمينستريشن. ثم اضغط هنا create guild اللي تقوم بانشاء guild ب 300 ليانغ يعني غالي قليلا ليس غالي كثيرا يعني. ثم joined guild يعني انضمام الى العشيرة. هنا اذا هنا يعطيك لائحة العشائر الموجودة. اضغط push down يعني للصفحة التالية وكذا حتى تجد العشيرة التي تعجبك. ثم تضغط عليه و apply to join يعني إرسال طلب انضمام. ثم تضغط confirm فقط منه هكذا. يعني يقول لك يجب أن تطور شخصيتك أكثر من أجل أن تنضم إلى العشيرة. وإلى اللقاء.